حبايبي إذا جيت كافي أو مطعم على النهر صراحة عجبني مرة وعجبني حركة النافورة. شوفوا كيف كأنها كاسات وعصير يعني تربيت ولا شوفوا ما شاء الله جميل جدا جدا جدا. أنا أحب الأشجار أحب الحركات هذه أنا مرة تعجبني هذه الأشياء. أحب التشجير مرة أحب التشجير. دخلكم إياه من جوا شوفوا نظامه كأنه كذا كأنه في شيء له علاقة في شيء عربي ولا ما أدري. أنا أول مرة أشوف هذا المكان أصلا جديد ما كان موجود هنا. أنا أعرف القرية ذي من زمان. شوف جلسات عربية بعد شوفوا صراحة جدا جدا جميل جلسات عربية. طبعا نطلعكم على التيارات حقهم ان شاء الله الالعاب للاطفال. جلسة هنا حلوة والله. لقيت مكان حلو صراحة على النهر قررت اني اجلس فيه. طلبت لي شاهي عشان اعرف اسولف معكم ومخمخ لكم. يلا حيهم اليوم شمس والناس مصيفة فلتها وأنا وجهي صلختها الشمس من صيد السمك. لكن أوريكم السمكات اليوم أشويها في البيت. حبايب القلب الله يسعدكم. من الأمور لما خطبت أم أميرة وتزوجت جيت أخذ موافقة الزواج من المحكمة. لما جاء القاضي أو الشيخ يعطيها ورقة الموافقة حق الزواج أعطاها الورقة وقال شوفي بعطيك إياها بس بشرط. قالت إيش؟ قال خلاص أنت هذا الرجل تقدرين تتزوجينه بس قبل لا تعطينا الموافقة حق الزواج أطلبي شهادة عزوبية من السعودية لأنه هذول الناس السعوديين يكون عنده ثنتين ثلاث أربع في السعودية كلهم متزوجين ثلاث أربع بنات في السعودية. خذي شهادة العزوبية منا بعدين وافقي على الزواج وروحي تزوجي. الشعب كله يعرف. حبايب القلب كثير ناس يسألوني ليش الأعلام الأمريكية كثير. الأعلام الأمريكية الأوكران كانوا تبع الاتحاد السوفيتي وكان ولائهم للاتحاد السوفيتي. الفترة الأخيرة من عام 2014 بعد ما أسقطوا الرئيس الأوكراني القديم اللي كان ولاء لأوكرانيا توجهت أوكرانيا بشكل عام إلى الغرب إلى الأوروبيين والأمريكان. فصاروا يحطون إعلامهم يحسون بالقوة مع أمريكا يحسون بالفخر. حتى الكلتشر الأمريكي بدأ يدخل في حياتهم. هم البرجر ما كان عندهم برجر صاروا ياكلون برجر يسمعون الاغاني الامريكيه والراب والسوالف هذه. فالثقافه الامريكيه بدات تغزو اوكرانيا والشعب جاهز اصلا انه يحول من الثقافه الروسيه والاتحاد. حتى تلاقون بعض الكافيهات او المطاعم تحط علم امريكا يعني زي شيء كذا حركه ولا كول ولا يعني اني فخم ولا. وبعضهم اصلا تجار امريكان يعني تلاقيه امريكي وعنده بزنس وحاط علم امريكا زي لو اجي انا سعودي واحط علم السعوديه. هذا هو سبب وجود الاعلام الامريكي.